بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن أكون لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفأفنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مزمور 15. يا رب، من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك، السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، الرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فدته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. هللويا. مزمور 122. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأسباط، أسباط الرب شهادة لإسرائيل، ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك، من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيرا. هللويا. هناخد تطبيقات على الوحدة الأولى أو التدريبات كتاب المدرسة على الوحدة الأولى ونحلها مع بعض. سؤالي الأول، صل اسم الشخصية من العمود ألف بما يناسبها من عمل في العمود ب. ألف عندنا مرقس وبطرس ومتياس وأثناسيوس. ب عندنا وضع قانون الإيمان المسيحي، اختاره الروح القدس تلميذا بدلا من يهوذا الخائن، بسبب موعظته انضم إلى الكنيسة 3000 نفس في يوم واحد، وآخر حاجة كروز الديار المصرية. فهنختار الذي وضع قانون الإيمان المسيحي هو أثناسيوس الرسول رقم 4، والذي اختاره الروح القدس تلميذا بدلا من يهوذا الخائن هو متياس الرسول، وبسبب موعظته انضم إلى الكنيسة 3000 نفس في يوم واحد، هيكون بطرس الرسول، وكروز الديار المصرية طبعا هو ماري مرقس. السؤال الثاني، وكان عندهم كل شيء مشتركا في سفر أعمال الرسل إصحاح الثاني عدد 44. أول سؤال، أذكر بعض مظاهر حياة الشركة في الكنيسة الأولى. هنقول إن هم كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، والشركة في الحياة الروحية والشركة في الحياة المادية. فالشركة في الحياة الروحية كانوا بيصلوا كلهم بنفس واحدة وبيصلوا من أجل بعضهم البعض، والشركة في الحياة المادية لما كانوا كلهم بيشتركوا في صندوق واحد بيجمعوا فيه تبرعاتهم عشان بيتم توزيع على الكل بالتساوي، عشان كلهم يعيشوا حياة مستقرة ومفيش حد فيهم يبقى محتاج. السؤال التاني، وضح كيف يمكنك أن تعيش حياة الشركة الروحية. طبعا بالمواظبة على الصلوات والتعاليم والاجتماعات الروحية في الكنيسة والقداسات والتناول والخدمة وأعمال الرحمة، فكلنا بنشترك مع الكنيسة في صلاة وصوم وتعاليم وأعمال رحمة مع بعض. السؤال الثالث، أذكر عوامل نجاح كرازة خدام كنيسة أورشليم، ووضح كيف يمكن الاقتداء بها لتقديم خدمة مثمرة لله. هنقول إن قيادة الروح القدس كان أهم عامل من عوامل نجاح كرازة الرسل، والمواظبة على وسائط النعمة اللي هي الصلوات وأصوام وتناول، كانوا كلهم بيصلوا ويصوموا ويتناولوا مع بعض وبيعيشوا حياة الشركة، وكان جوهر الكرازة هو السيد المسيح له المجد، لذلك فكان كرازتهم ناجحة. ولتقديم خدمة مثمرة لله، عشان تكون خدمتي أنا مثمرة، يجب المواظبة على الصلاة والأصوام والتناول للامتلاء من الروح القدس لتعمل فينا وتقودنا إلى نجاح الخدمة، جعل مركز خدمتنا وهدف خدمتنا هي محبة الرب يسوع له المجد. وكده هتبقى نفس عوامل نجاح كرازة الرسل هي برضو عوامل نجاح خدمتنا. السؤال الثالث، إن تأسيس الكنيسة المصرية التي تعرف بكنيسة الأسكندرية تنسب إلى القديس مرقس الرسول، وضح في ضوء هذه العبارة كيف كان لقاء القديس مرقس وإنيانوس عاملا ساعد على نشر المسيحية في مصر. هنقول لما قابل القديس مرقس إنيانوس الإسكافي، لما كان بيصلح له الصندل بتاعه أو الجزمة بتاعته، والإبرة دخلت في إيد إنيانوس وصرخ إنيانوس وقال يا الله الواحد، وماري مرقس عمل معجزة معاه وأخد تراب وتفل فيه وحطه على الجرح وصلى وقال باسم يسوع تبرأ يدك في الحال، وفعلا إيد إنيانوس خفت. فحب إنيانوس إن هو يعرف قوة المسيح اللي خففت إيده، وأخد ماري مرقس بيته، وماري مرقس حكاله عن يسوع، وإنيانوس قبل الإيمان، فآمن إنيانوس برب يسوع هو وأهل بيته،
وأصحابه وجيرانه، واعتمدوا وأصبحوا أول مجموعة من المؤمنين بالمسيحية في مصر، وبيت إنيانوس أصبح أول كنيسة في الأسكندرية، ورسم القديس مرقس إنيانوس أسقفا عليها ومعه 3 كهنة و7 شمامسة. وبالوقت زاد عدد المؤمنين في مصر يوما بعد يوم، وانتشر الإيمان وقلت الوثنية وزادت المسيحية. رقم 2، كيف استشهد القديس مرقس الرسول؟ طبعا بعد زيادة المسيحية في مصر وقل عدد الوثنيين، غضب الوثنيين جدا وأثاروا الرومان ضد القديس مرقس، فهجموا عليه في يوم الاحتفال بعيد القيامة المجيد عام 68 ميلادية، وقيدوه بالحبال وجروه في شوارع الأسكندرية، وسالت دماؤه الطاهرة في شوارعها مرتين. أول مرة لففوه شوارع الأسكندرية وبعد كده رموه في السجن، وظهر له الرب يسوع وخففه من كل ألامه وجروحه. تاني يوم دخل عليه الوثنيين وأخدوه وربطوه في ظهر الحصان ولفوا بيه شوارع الأسكندرية مرة أخرى، فانفصلت رأسه عن جسده ونال إكليل الإشهادة. وأراد الوثنيين حرق جسده، لكن جعل الله هبوب عاصفة شديدة أو ريح شديدة ممطرة أطفأت الحريق، فخافوا وهربوا، وأخذ المسيحيون جسد القديس مرقس ودفنوه بإكرام عظيم في كنيسته. وباقي السؤال بيقول، وكيف كرمته الكنيسة القبطية؟ الإجابة هتكون إن هي نسبت الكنيسة القبطية في مصر إلى القديس مرقس الرسول لفضله الكبير في نشر المسيحية في مصر، فتعرف بالكرازة المرقسية المأخوذة من اسم ماري مرقس. مرقسية تنسب إلى القديس ماري مرقس، ولأن إيطاليا بتعتبر ماري مرقس هو مبشرها الأول، فأخذت جسده إلى كنيستها هناك. وفي عام 1968 تم نقل جزء من رفات ماري مرقس إلى القاهرة في عهد البابا كيرلس السادس وسط احتفال كبير، ودفن في مقصورة خاصة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتالت إكرام لي أن تسمى العديد من الكنائس في مصر باسم القديس العظيم ماري مرقس تكريما له، وتحتفل الكنيسة بعيد استشهاده في 30 برمودا الموافق 8 مايو من كل عام. السؤال الرابع، وضح لماذا لقب القديس أثناسيوس بلقب الرسولي؟ الإجابة، لقبته الكنيسة بلقب رسولي لتشبهه بالآباء الرسوليين من أجل تعبه في نشر الكلمة وانتشار المسيحية ودفاعه عن الإيمان السليم. به وضح موقف القديس أثناسيوس الرسولي من بدعة أريوس. طبعا قديس أثناسيوس حارب بدعة أريوس وكتب العديد من الكتب والرسائل ضد الأريوسيين، وساهم في كتابة قانون الإيمان لحفظ الإيمان المسيحي على مدى الأجيال، عشان مهما اتكرر من بدع وهرطقات أو أفكار غلط ضد الكنيسة إيماننا واضح وسليم ومحفوظ. جيم، اعرض بعض الضيقات التي تعرض لها القديس أثناسيوس. معظم الضيقات اللي قابلت القديس أثناسيوس كانت من الأريوسيين، فقام الأريوسيين بإلصاق بعض التهم للبابا أثناسيوس، فادعوا عليه زورا أنه يساعد أعداء مصر، وادعوا عليه أنه ارتكب شرورا كثيرة مثل القتل والسحر، وأعلنوا الكلام ده للإمبراطور، لكن عناية الله أظهرت براءته. عقد الأريوسيين مجمع مع نفسهم وعزلوا فيه البابا أثناسيوس وأرسلوا القرار إلى أسقف روما، لكن البابا أثناسيوس عقد مجمع في الأسكندرية واحتج فيه على الأريوسيين، ثم كتب رسائل لجميع الكنائس ليدافع عن براءته. قام الشعب المسيحي ضد أريوس وأتباعه، لكن الأريوسيين هجموا على الكنيسة يوم الجمعة العظيمة وقتلوا كثير من المسيحيين ونافوا البابا أثناسيوس إلى روما، لكن الله دبر رجوعه إلى كرسيه مرة أخرى. بعد موت الملك قسطنطين تولى بعده الملك فانز الذي كان أريوسي، وأصدر قرار بنفي البابا أثناسيوس، فترك البابا أثناسيوس الأسكندرية واختبأ في مقبرة والده، لكن الشعب تمسك بإيمانه السليم وتمسك بالبابا أثناسيوس وأصروا على رجوعه. ولما رأى الملك صلابة الأقباط وتمسكهم بإيمانهم الصحيح وتمسكهم بالبابا أثناسيوس، فقرر رفع الاضطهاد عنهم وأعاد البابا أثناسيوس مرة أخرى إلى كرسيه 368 ميلادية. يبقى بسبب الأريوسيين تم نفي البابا أثناسيوس 5 مرات، والله في كل مرة كان بيظهر براءته، وبسبب تمسك الشعب به وبإيمانهم السليم تم إعادة وتثبيت البابا أثناسيوس على الكرسي إلى أن تنيح بسلام. السؤال دال، أذكر أهم أعمال القديس أثناسيوس الرسولي. 1، هو البطرك 20، وهو أشهر الباباوات بسبب ما عناه من اضطهادات وظلم ونفي بعيدا عن كرسي. يبقى في سؤال تاني ممكن نتسأله، نقول بما تفسر البابا أثناسيوس أشهر الباباوات؟ الإجابة هتكون بسبب ما عناه من اضطهادات وظلم ونفي بعيدا عن كرسي.
3. لقبته الكنيسة بلقب الرسولي لتشبهه بالأباء الرسوليين من أجل تعبه في نشر الكلمة وانتشار المسيحية ودفاعه عن الإيمان السليم. برضو ده جزء من سؤال تاني، ممكن نقول بما تفسر لقبة الكنيسة البابا أثناسيوس بلقب الرسولي؟ الإجابة هتكون لتشبهه بالأباء الرسوليين من أجل تعبه في نشر الكلمة وانتشار المسيحية ودفاعه عن الإيمان السليم. رقم 4، انه شارك في وضع قانون الايمان. 5، رسم لاثيوبيا اول اسقف لها. 6، حارب بدعة اريوس وكتب العديد من الكتب والرسائل ضد الاريوسيين. 7، قام برحلة رعوية حتى اسوان ليفتقد شعبه رغم صعوبة ومشقات السفر، فكان بيحتمل من اجل الكرازة. 8، أول من لبس زي الرهبنة على يد الأنبا أنطونيوس وجعله زيا لكل البطاركة والأساقفة. وأخيرا كتب سيرة الأنبا أنطونيوس، يعني لولا البابا أثناسيوس ما كناش عرفنا الأنبا أنطونيوس. يبقى تاني هنقول أعماله، هو بطرك العشرين أشهر الباباوات، لقبته الكنيسة بلقب رسولي، شارك في وضع قانون الإيمان، رسم لأثيوبيا أول أسقف لها، حارب بدعة أريوس، قام برحلة رعوية حتى أسوان، وأول من لبس زي الرهبنة وكتب لنا سيرة الأنبا أنطونيوس. السؤال الخامس، أكمل الآيات الآتية من المزمور 122. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أورشليم المبنية كمدينة محصنة أو متصلة كلها. في أجبية ممكن تكتبها لنا أورشليم كمدينة محصنة، أو أجبية تانية تكتبها لنا متصلة كلها، بس المعنى واحد. 3، من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك. السؤال به، وضح أهم المعاني التي أوردها داود النبي في المزمور 122. وضح لنا داود النبي الفرح الذي يشعر به المؤمن وشوقه للذهاب إلى بيت الله لما قال لنا فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. 2، إن المؤمنين إذ كانوا متحدي الرأي في الصلاح تحت رياسة الرب الواحد يسيرون كمدينة حصينة ويفوزون بالسكن في أورشليم السمائية. والفكرة الثالثة، أن نطلب من الرب سلامة لبيعته ورسلها وقديسيها وشعبها. آخر فكرة، إن الله قد أعطانا السلام بواسطة أنبيائه وتلاميذه الذين دعاهم إخوته وأقاربه. لو حفظنا المزمور كويس هنعرف نقول المعاني اللي وضحها لينا داود النبي بسرعة. وده كان آخر سؤال، ولإلهنا كل المجد من الآن وللأبد، آمين.